الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. والحديث أخرجه أبو داود كما قال الأرنؤوط في الحاشية، ثم قال أنه سنده أن سنده صحيح. ثم قال: وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به، ولا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى به. وحلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، وعندهم قوت وأدم، ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل له بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، وهذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلوب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات، إن وجدها فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات، مما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، وسنده قوي كما قال الأرنؤوط في حاشية الكتاب. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا أنك أنت السميع العليم، ولا يثبت. وهكذا أيضا رجح الأرنؤوط في حاشية الكتاب. وروي عنه أيضا أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذكره أبو داود، وقال الأرنؤوط في حاشية الكتاب أنه مرسل. وروي عنه أنه كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ذكره أبو داود من حديث الحسين مواقد عن مروان بن سالم المقفى عن ابن عمر. وقال الأرنؤوط في حاشية الكتاب أنه أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وابن السني ومروان بن سالم المقفى وثقه ابن حبان، وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر وباقي رجاله ثقات. فالراجح خلاصة كلام الأرنؤوط هذا أنه حديث حسن، والله أعلم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. والحديث كما ذكر الأرنؤوط في الحاشية أن في سنده إسحاق بن عبيد الله، ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجاله على شرط البخاري. ثم ذكر حديثا آخر قريبا منه حسنه الحافظ، وذكر أنه حسنه الحافظ ابن حجر. وصح عنه أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث في صحيح البخاري كما في الحاشية، وفسر بأنه قد أفطر حكما وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره كأصبح وأمسى. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب، وجواب السباب فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم، فقيل يقول بلسانه وهو أظهر، وقيل بقلبه تذكيرا لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه وفي التطوع في نفسه لأنه أبعد عن الرياء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.